مرحبا بكم في كل مكان لكل من يلتحق بنا الآن لمتابعة صباح الشروق لهذا الصباح الاثنين. ضيفي الثاني وهو ضيف من الأهمية بمكان لأن الموضوع ذاته من الأهمية بمكان، النساء والنساء وقضايا السلام، ودي واحد من المحاور المهمة جدا في بناء دولة تقوم على 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 الشراكة بيننا وبين النساء بشكل أو بآخر. النساء وقضايا السلام لأنه أكثر من يعاني من الحرب أو من الحروب هم النساء وهم الأطفال. أنا سعيد بعد قليل أن يكون معي أستاذ سامي علي حمزة ضيفة في صباح الشروق. Thank you.
مرحبتين بلدنا حبابة، حباب النيل حباب الغابة. شبكات جميع دينا وبنت من جميع ما بدينا.